أهلا بحضراتكم إلى هذه التغطية المباشرة من النيل للأخبار. لا تزال ردود الفعل رافضة للغارات الأمريكية على عدد من المواقع فجر اليوم على كل من العراق وسوريا تتوالى، فروسيا أكدت رفضها القاطع لتلك الضربات، مضيفة أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فيما رفضت كل من سوريا والعراق الضربات وأكدتا أنها انتهاك لسيادتهم. وما بين تأكيد أمريكي للاستمرار في هذه الضربات ورفض لها من جانب الدول التي استهدفتها، تواصل واشنطن التصريحات بالمضي قدما في تلك الضربات حتى تقضي على ما أسمتهم أتباع إيران في المنطقة. في هذه المساحة نحاول بالرصد والتحليل فهم ما يدور مع ضيوفنا من العراق وسوريا وواشنطن، ولكن بعد هذا التقرير. تصعيد يهدد بتأجيج للأوضاع في الشرق الأوسط، ضربات أمريكية تستهدف العراق وسوريا تخلف ضحايا وردود فعل رافضة. العراق أكد أن الضربة الأمريكية تضع الأمن في البلاد والمنطقة على حافة الهاوية، وذلك بعد مقتل 16 شخصا على الأقل من ضمنهم مدنيون. سوريا أعلنت عن استهداف أكثر من 85 موقعا بالضربات الجوية الأمريكية، وقالت إن ما ارتكبته الولايات المتحدة يؤدي إلى تأجيج للصراع في الشرق الأوسط بطريقة خطيرة للغاية. الضربات الانتقامية جاءت ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم استهدف قاعدة أمريكية بالأردن، وهو ما توعدت واشنطن بالرد عليها. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال إن المقاتلات الأمريكية المشاركة في هذه الضربات تستهدف تحجيم قدرات الحرس الثوري الإيراني. مدير العمليات بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة صرح بأن بلاده استخدمت في ضرباتها الجوية بالعراق وسوريا ذخائر تتميز بدقة متناهية. الضربة الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق جاءت قبل ساعات من تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن بلاده لن تبدأ حربا، لكنها سترد بقوة على كل من يحاول أن يستأسد عليها. ضربات أمريكية وصفها مراقبون بأنها كانت ضرورة بعد ضغوط شديدة من أجل الرد على مقتل الجنود 3. يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة، ما ينذر بتمدد الصراع ويضع المنطقة في مواجهة مخاطر متصاعدة. وينضم إلي من العراق السيد رغام الزيدي الإعلامي العراقي من بغداد. سيد رغام أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيدي. يعني هذه الضربات الجوية الأمريكية على أهداف في العراق خلفت ضحايا وخسائر، ووصفتها الحكومة العراقية بأنها انتهاك لسيادة العراق. كيف تابعت هذه الضربات، وأيضا كيف تابعت رد فعل العراق؟ سيدتي الكريمة، الضربات ليست بجديدة، وللأسف سيادة العراق منتهكة منذ عام 2003 ولحد الآن من قبل القوات الأمريكية أو الجانب الإيراني، حيث أن ضربات إيران تكون في العراق
انتقاما من أمريكا لقاسم سليماني وغيره. بالجانب الآخر أمريكا تنتقم من إيران داخل العراق، لماذا لا تكون حرب بين إيران وأمريكا مباشرة؟ إذن العراق ساحة تصفيات لحسابات قديمة وحديثة، وأيضا هناك ذر الرماد في العيون لما هو أبشع من هذه الجرائم، ألا وهي جرائم التي تهدف في غزة. نعم، يعني سيد زايدي، جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بهذه الهجمات قبل شنها. في المقابل نفت الحكومة العراقية هذا الزعم وقالت إنه تزييف للحقائق. كيف تتابع هذا الموقف؟ للأسف الجانب الأمريكي يكذب فعلا في بعض الأحيان، لكن الحكومة العراقية دائما تكذب على شعبها بهذه الأمور، حيث أن التنسيق مبرم بين الحكومات العراقية وبين الجانب الأمريكي، لأنها خاضعة أساسا للإرادة الأمريكية، فكل ما يحدث على أرض العراق هو بعلم السياسيين العراقيين وخصوصا رئاسة الوزراء المتعاقبة على العراق. هي تعلم بالتحركات الأمريكية أو لديها بعض المعلومات، وأيضا هناك قوات تجهز الجانب الأمريكي ببعض المعلومات عن المواقع. يجب أن يكون لدى الإدارة الأمريكية، السفارة الأمريكية لنقول في العراق، كل المعلومات عن كل تحركات القطاعات العراقية إن كانت جيش أو حشد شعبي. نعم. لذلك ليس بعيد أن تكون الحكومة العراقية لديها العلم المسبق والتنسيق المبرم بين الجانب الأمريكي وبينها. نعم، الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد بأن الرد الانتقامي على مقتل الجنود الأمريكيين 3 في الأردن خلال الهجوم على القاعدة الأمريكية سوف يتواصل، مستهدفا أهداف يقول إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في العراق وفي سوريا، رغم أن العراق يقول إن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أو تؤدي هذه الهجمات بالفعل إلى تصعيد الصراع في المنطقة، ومن هي الأطراف التي قد تتورط أيضا في هذا التصعيد؟ للأسف سيدتي الكريمة والمشاهدين يعلمون أن التبدد الإيراني كان بعلم وتنسيق أمريكي حتى وصلت أذرع إيران إلى اليمن، فهناك فلول وهناك جيوب لإيران في اليمن وفي سوريا وفي لبنان. إذا تحركت إيران لا تضرب بجيشها، تضرب بهذه الأذرع، والخاسر الوحيد هو الشعب العربي والبلدان العربية والاقتصاد العربي، لأننا مرتبطون باقتصاد واحد، المنطقة كلها ترتبط من مصر إلى الأحواز العربية المحتلة، مرتبطة باقتصاد واحد ومصير واحد ناهيك عن باقي الدول العربية في المغرب العربي. لذلك هذه العمليات هي لشل هذه الدول وعدم تقدمها وعدم تحررها من الهيمنة الأمريكية والأوروبية الاقتصادية والعسكرية. نعم، نشرك معنا في الحوار، أرحب بضيفي من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. سيد أحمد أهلا بك، وهذا الموقف الأمريكي بشن هجمات على أهداف تقول إنها إيرانية في العراق وسوريا لمحاولة الرد على استهداف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، هل من الممكن أن تردع هذه الهجمات بالفعل، الهجمات الأخرى التي تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والتي تصاعدت منذ 7 أكتوبر؟ تحية وتقدير، مساء الخير. أعتقد ممكن تردع في توقيت مناسب، وأن إيران عليها ضغط، وأعتقد إيران وصلت رسائل، لأن هي وصلها رسائل متكررة من الإدارة الأمريكية بعدم تمديد مساحة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون صراع إقليمي، وبالتالي رسائل التهدئة وصلت من إيران إلى أزراع الإقليمية في المنطقة. ولكن أمريكا هي الموجودة في حيرة، لأنه أمريكا منذ 7 أكتوبر وما قبله لم تكن على استعداد أن يكون عندها تركيز على تواجدها في الشرق الأوسط، ولكن المفاجأة أنها اضطرت وبسرعة وبشكل حاسم أن تكون داعمة لإسرائيل عسكريا وسياسيا، وبالتالي أولويات أمريكا تغيرت. اهتمامها كان استمرار حرب أوكرانيا لمدة 2 عامين،
والصراع المنتظر حيكون في منطقة بحر البلطيق وتايوان والصين وروسيا. وجودها في الشرق الأوسط كان مفترض على كلام رئيس وزراء إسرائيل أنه حيخلص الحرب مع الفلسطينيين ومع المقاومة الفلسطينية في فترة وجيزة، ولكن الصراع امتد الحقيقة. حسابات إسرائيل وحسابات أمريكا لم تكن دقيقة. نرجع للمنطقة. نعم. النهاردة لما يحصل استمرار هجوم إسرائيلي على سوريا وعلى جنوب لبنان واستمرار الضربات الجوية الأمريكية على فصائل المقاومة اللي موجودة في العراق، العراق احتجت أمس لدى أمريكا أن ده استهداف لأراضي دولة ذات سيادة، ومن ثم التوتر اللي حاصل في المنطقة هدفه، قصدي سببه الأساسي وسببه الوحيد هو الصراع اللي حاصل ما بين يعني الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لو توقفت هذه الحرب، ويمكن ده يكون أحد الأسباب أن في رحلة مكوكية رقم 5 لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن المرة دي جاي الحقيقة وعنده شبه ضغط كامل من الإدارة الأمريكية على إسرائيل. زيارته المرة دي هتستمر وهتشمل مصر والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية، الهدف وقطر. الهدف كمان أن لازم يكون في مسار آمن، لازم يكون في إدخال المساعدات، لازم تتوقف الحرب، وأيضا تبادل صفقات ما بين الأسرى الموجودين لدى الطرفين. نعم. أعتقد أمريكا في هذا الظرف عليها ضغط من الداخل، عندها مرحلة انتخابات رئاسية، عندها كمان لأول مرة يحدث انتقادات للرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي بهذا الشكل، لأول مرة يكون في استقالات، ولأول مرة يكون في ضغط من الشارع، من الجماعات أو منظمات المجتمع المدني. وبالتالي الضغط اللي حاصل من الداخل على أمريكا وضغط الشعوب في أوروبا على حكامها لن يجدي فتيلا. بقالها أكثر من أسبوعين كمان الولايات المتحدة بتقود يعني فريق من 20 دولة في منطقة البحر الأحمر، ولكن لازال الصراع مستمر. فأنا أعتقد خلال جولة وزير الخارجية هذه المرة هيكون في احتمال كبير للتهدئة، واحتمال أكبر كمان لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وكمان عنده أهم حاجة جايبها معاه في حقيبته، أن إسرائيل يجب أن تسعى وتعترف بأن ما فيش غير حل الدولتين، ولازم يكون في دولة فلسطينية موجودة. نعم. استمرارا لحديثنا عن الضربات الأمريكية على أهداف في العراق وسوريا، تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران، يعني إذا واشنطن تتهم إيران بالضلوع في الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية، خاصة هذا الهجوم الذي أوقع 3 جنود أمريكيين في الأردن الشهر الماضي. لماذا لا تهاجم الولايات المتحدة إيران مباشرة بدلا عن استهداف الأراضي السورية والعراقية؟ نعم، السؤال جيد، واعتقد ان امريكا عندها ادراك وحساسيه شديده جدا. ليس من السهل ان تهاجم ايران، والا حيكون المنطقه اشتعلت بشكل مباشر وصريح، وحتكون امريكا هي السبب. امريكا كمان تعرض قوتها في المنطقه ومصالحها العسكريه والسياسيه والامنيه لخطر اذا ما بدات اي هجوم على ايران. من زمان نتنياهو وحكومته يتمنوا هذا، ويمكن احد اسباب اطاله الصراع في فلسطين وفي قطاع غزه انه عايزين من وجهه نظر اسرائيل يوسعوا الحرب الاقليميه. لا، امريكا تدرك تماما انه ليس من المعقول ولا من المنطق ان تواجه ايران مباشره، وبالتالي هي بتحاول ان تقلم اظافرها من خلال الازرع الاقليميه. حتى شفنا تصريح رئيس بايدن لما بيجيب على اسئله الصحفيين لم يشر مباشره الى ايران، بل لمح وقال نحن سوف نواجه الدولة التي تساعد الأزرع الإقليمية بمدها بالسلاح. فهو اتكلم على أن دولة بتمد أطرف إقليمية بالسلاح، لكن ما تكلمش مباشرة على إيران. لا تستطيع أمريكا أن تواجه إيران لأسباب جيوسياسية وأسباب كمان انتخابية، مش ده التوقيت المناسب لأمريكا تفتح فيه أكثر من جبهة. عندها أوكرانيا لازالت مستمرة، عندها دعمها لإسرائيل، ولازال البعبع الكبير بتاعها مواجهته مع الصين في بحر الصين الشمالي ومسألة التوأم. نعم. يعني سيد محارم، ردود الفعل من الرأي العام الأمريكي في أعقاب هذه الهجمات، هل هي مؤيدة لهذه الهجمات الانتقامية الأمريكية؟ هل أدت إلى رفع أسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب هذا الدعم الفائق لإسرائيل في حربها ضد غزة؟ بالتأكيد الشارع الأمريكي حساس جدا مقابل أن يقتل أي جنود أمريكيين في الخارج، ومن ثم كان الرد الحقيقة بتاع الرئيس والإدارة الأمريكية أخذ أسبوع لحساسية الموقف، ما كانش بالضبط. ولكن كان في ملاحظة أن إحنا تعودنا دايما لما إسرائيل بتهاجم سوريا أو بتهاجم مواقع في إيران
كان الرد بيجي من كلا الدولتين ان احنا هنهاجم او هنرد في التوقيت المناسب وفي المكان المناسب. لاول مره كمان نسمع في امريكا مثل هذه الاجابه اللي كان فيها نوع من التهكم في الداخل الامريكي. يعني ايه اداره امريكا بقوتها وبحجمها تقول ان احنا هنرد في التوقيت المناسب وفي المكان المناسب، يعني زي سوريا وزي ايران؟ ولكن لحساسيه الموقف اعتقد ان كان في الداخل الامريكي نوع من الارتياح والتقدير لقوه امريكا وانها استطاعت ان ترد بالشكل المناسب فعلا وفي التوقيت المناسب. ومن ثم نقدر نقول ساعدت شويه في ان اسهم الرئيس بايدن المتدنيه ممكن ان تكون مرتفعه، وان هيبه امريكا لا تمس، يمكن دول النقطتين اللي خلوا الشارع الامريكي يتجاوب ويكون في نوع من التعاطف مع قرار الرئيس الامريكي. ارحب ايضا من دمشق بالسيد غسان يوسف مدير المركز السوري للحوار. سيد غسان اهلا بك. اهلا وسهلا. يعني رد فعل الحكومه السوريه على هذه الهجمات الامريكيه على اهداف في سوريا خلفت ضحايا وخسائر في العتاد والممتلكات ايضا للمواطنين، وصفتها سوريا بانها محاوله اضعاف قدره الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال مكافحه الارهاب، كيف تقرا هذا الرد من قبل الحكومه السوريه؟ هلا لنعود الى البدايه، يعني عندما دخل التحالف الدولي في 2014 ونفذ ضرباته يعني في ذلك الوقت كان يقول بانه جاء ليحارب داعش، ولاحظنا في الفتره الاخيره بان يعني داعش حتى الان ما زال موجودا وهو يهاجم قوات الحكومه السوريه. الدوله السوريه اضطرت يعني مرتين للاستعانة بروسيا وإيران مثلا لتحرير الكثير من المناطق من داعش التي احتلت تدمر أيضا مرتين، ولم يقم التحالف الدولي بضرب الجحافل الداعشية التي كانت تنتقل من دير الزور لتدمر أمام أعينه. اليوم في حال قامت الولايات المتحدة بضرب يعني القوات السورية وحلفائها على الأرض، ليس صحيحا أن الضربات تناولت فقط يعني المواقع الإيرانية، هناك مواقع سورية إيرانية مشتركة، وإيران أتت إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية. ولذلك اليوم عندما تقوم الولايات المتحدة بمهاجمة هذه القوات فإنها تضعف الجيش العربي السوري ويعني تفسح المجال لداعش بالتمدد. ولذلك اليوم كان بيان الخارجية واضحا في هذا الموضوع. إذا لاحظت أيضا بأن يعني في الفترة الأخيرة لم نلحظ أي هجمات من داعش على التحالف الدولي أو على مجموعات قسد التي تريد أن تقيم دولة انفصالية في شمال شرق سوريا. وأيضا قامت الولايات المتحدة بتدوير داعش عبر إنشاء ميليشيا جديدة باسم جيش سوريا الحرة، ستقوم بنشره في المنطقة الممتدة من قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم وباتجاه السويدة درعا القنيطرة، وهذا ما ذكره وزير الخارجية الروسي لافروف، وأيضا المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف بعد الجولة الأخيرة من أستانا. إذن هناك مخطط أمريكي في هذا البلد، أولا احتلال هذا البلد، تقسيم هذا البلد، نهب ثروات هذا البلد، اليوم الحجة بوجود إيران وغير ذلك لتنفيذ المخطط. ولكن أنا أقول لك يعني إن سوريا عندما تعاونت مع كل من روسيا وإيران فقط للحفاظ على وحدة وسيادة البلد ومنع تقسيم سوريا، في حين تسعى كل من تركيا والولايات المتحدة إلى اقتطاع أجزاء من سوريا وإقامة كانتونات ودويلات في هذا يعني في سوريا. ولذلك اليوم شرح سوريا بأن هذه الضربات هي يعني أولا جاءت من قوة احتلالية، وأن المقاومة ضد هذه القوة هي مشروعة. وأيضا يعني لننظر من منظور آخر، عندما يقتل 3 جنود أمريكيين تقوم الدنيا ولا تقعد عند الولايات المتحدة، ولكن عندما يباد 30,000 فلسطيني لا تتحرك الولايات المتحدة وتمنع الدول الكبرى من إصدار قرار من مجلس الأمن يوقف هذه الإبادة الجماعية. أنا أقول لك اليوم هناك عدو واحد هو إسرائيل، والولايات المتحدة تحاول أن تفتت المنطقة، تحاول أن تقضي على يعني ما يسمى حركات المقاومة. كتتت الجيوش العربية، هي اعتبرت يعني أنها كان هناك 3 جيوش عربية قوية وكبيرة، هي مصر والعراق وسوريا، ولذلك هذه الجيوش الثلاثة هي المستهدفة.
ولذلك اليوم يعني المخطط الأمريكي ما زال ماشيا ولن يثني هذا الشيء إلا أن يكون هناك مقاومة تضرب العمق الأمريكي وتهز الكيان الأمريكي وتعيد الجنود الأمريكيين. نعم. يعني بالتوابيت إلى الولايات المتحدة. هذا على مستوى المقاومة، ماذا عن مستوى رد الفعل الرسمي في وقت يتوعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن باستمرار الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق، بتحديد الأهداف التي تختارها وبتحديد التوقيت الذي تحدده؟ ما البدائل أو الخيارات أمام الحكومة في سوريا لوقف هذا التصعيد ويكون هناك إجراء أكثر نجاعة؟ هلا بالنسبة للحكومة السورية كما قلت لك، يعني ليس أمامها إلا التعاون مع أصدقائها ومع حركات المقاومة، لأن حركات المقاومة هي التي تؤلم يعني الولايات المتحدة، هي التي تستطيع أن تقوم بهجمات يعني على القواعد الأمريكية. أما الدولة السورية اليوم يعني هي ليست مؤهلة لتقوم بحرب، يعني هي تخوض حرب منذ عام 2011، يعني الولايات المتحدة نفسها هي من أقامت غرفة الموك في الأردن وسلحت المجموعات الإرهابية، هي من أقامت غرفة الموم في تركيا وسلحت المجموعات الإرهابية، هي من سمحت يعني عبر الحدود لدخول 140 ألف إرهابي إلى الدولة السورية وما زال بعضهم موجودا داخل الدولة السورية، هي التي دمرت الدفاعات الجوية بالتعاون مع إسرائيل والمجموعات الإرهابية. اليوم أختي الكريمة، إذا قامت سوريا لنفترض بالرد على إسرائيل أو على أمريكا، فصدقي أن لا توجد دولة عربية واحدة تقف إلى جانب سوريا. أنا أقول لك اللجوء إلى الحركات المقاومة هو الطريقة الوحيدة التي تستطيع سوريا أن تتحرك فيها، اللجوء إلى إيران وروسيا هي أيضا الطريقة الوحيدة التي تستطيع سوريا أن تجد أصدقاء يقفون إلى جانبها. اليوم اختلف الوضع، لاحظي مثلا الوضع في غزة، كل الدول العربية تتفرج على يعني الإبادة الجماعية في غزة، لم تستطيع دولة عربية أن تحارب إسرائيل ولا تريد أي دولة عربية أن تحارب إسرائيل، ولذلك جر سوريا إلى حرب يعني كبيرة. أنا لا أعتقد أنه من العقل في شيء، سوريا ما زالت متمسكة ب يعني الهدنة التي وقعت في عام 1974، أمس كان قائد قوات الأندوف قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان زار سوريا والتقى مع الوزير فيصل مقداد وزير الخارجية وأكد على ضرورة أن يكون هناك احترام لاتفاق الهدنة. الذي يثير كل هذه المشاكل في هذه المنطقة هو الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل، وحتى أن قاعدة التنف التي تستخدمها الولايات المتحدة والتي تعرض البرج 22 فيها لضربات المقاومة، أيضا هذه القاعدة تستخدمها إسرائيل وتقوم بتنفيذ عمليات وضربات منها في حلب وفي المنطقة الشرقية وفي كل مناطق سوريا. ولذلك التعاون أيضا ماذا تستخدم إسرائيل؟ تستخدم أحدث الطائرات الأمريكية الشبح 35، من الذي حصل على طائرة الشبح؟ أيضا لدى إسرائيل أقمار صناعية موجودة في السماء بالتحديد. نعم. تقول إسرائيل إذن من المعلومات هي الأقمار، وآخر قمر كان هو أفق 13، ولاحظي بأن لا أحد يتكلم عن هذه التجسس الفضائي الموجود، وحتى على التجسس على يعني الهواتف النقالة وغيرها والأمن السيبراني التي يعني اليوم هناك تعاون إسرائيلي أمريكي فيه. نعم. سيد درغام الزيدي من بغداد، سيد درغام، توقعاتك بالنسبة للفترة القادمة في ظل استمرار أو إذا ما استمرت الهجمات الأمريكية على أهداف في العراق، ما الخيارات برأيك أمام العراق والمنطقة بشكل عام لتجنب الانزلاق إلى توسع نطاق الحرب وتوسع نطاق التوترات والصراعات أيضا؟ نعم سيدتي الكريمة، للأسف في الداخل العراقي هناك صراع في صراع في صراع، صراع سياسي، صراع ميليشياوي، صراع بين الفصائل الموالية لإيران والفصائل الأخرى كفصائل سرايا السلام التابعة للرجل الديني مقتدى الصدر وغيرها من الفصائل، لذلك هناك صراعات لا حدود لها. ستبقى ضربات أمريكا على هذه القواعد القطعات عفوا العسكرية التابعة لإيران، وستبقى إيران ترد من خلال هذه الأجنحة، والخاسر الوحيد هو شعب العراق وشعوب المنطقة.
نعم، أعود إلى ضيفي من نيويورك أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي. سيد يعني محارم، بالنسبة للخيارات أيضا أمام واشنطن في هذا الصراع مع إيران، هل الحل الدبلوماسي والتفاوض أيضا يمكن أن يكون مطروحا في هذه المرحلة، أم ستواصل واشنطن كل هذه التحركات والإجراءات لعزل طهران؟ بالتأكيد أعتقد أمريكا بدأت تدرك أن مسألة الحل الدبلوماسي هيكون أوقع، لأنه المنطقة حساسة جدا، والضغط اللي حاصل من الداخل الإسرائيلي، يعني أمريكا خلال دعمها 120 يوم دلوقتي لإسرائيل أصبحت مكشوفة ومتهمة بأنها شريك فاعل في هذه الحرب التي لا يوجد مبرر لها. المقاومة الفلسطينية مشروعة ومن حقها الدفاع عن أرضها المحتلة ومقاومة العدو، ولكن الاندفاع اللي كان غير مبرر سياسيا وأمنيا وعسكريا تجاه إسرائيل وضع أمريكا في حرج، وبالتالي كمان الابتزاز اللي بتمارسه إدارة رئيس الوزراء نتنياهو على الإدارة الأمريكية، هو من وجهة نظره إن أمريكا أو الرئيس بايدن في أضعف ظروفه، ومن ثم هو بيمارس نوع من الضغط وضع أمريكا في حرج. وبالتالي أمريكا عندها اهتمامات وأولويات كثيرة جدا، وعندها عام من الانتخابات، فهي مهتمة جدا بأن ما يكونش فيه امتداد للصراع العسكري ويكون فيه حل دبلوماسي، وده السبب اللي خلى أول مرة في فترة زمنية وجيزة تكون رحلة مكوكية 5 مرات للمنطقة من وزير الخارجية أنتوني بليكن. أمريكا متجهة إلى المسألة الدبلوماسية. نعم نعم، يعني سيد محارم، في عقاب هجوم 7 أكتوبر سارعت الولايات المتحدة على الفور بتعزيز قوتها ووجودها العسكري في المنطقة. في عقاب الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن وسقوط 3 جنود أمريكيين، هل يمكن أن تلجأ واشنطن إلى نفس التصعيد بتعزيز الوجود أيضا في المنطقة مرة أخرى؟ لا أعتقد، لأنه في بداية ما حدث في 7 أكتوبر كان التصور اللي داخل إسرائيل، ومن ثم كان التصور في الداخل الأمريكي، أن مسألة لا تستغرق عدة أسابيع، وبالتالي كان هذا الدعم الغير مسبوق، ولكن نتائجه وأن كمان تتجرجر إسرائيل في محكمة العدل الدولية، كل التطور اللي حصل بعد هذا الصراع وضع أمريكا في مسألة أنها لازم تعيد حساباتها، وأن طول عمر العالم حتى في منطقتنا كمان بنتعرف ونقول مين اللي بيشغل مين، امريكا بتشغل اسرائيل. لا، في هذه الحرب اللي طالت 120 يوم كان واضح جدا امام العالم ان اسرائيل هي اللي مشغله امريكا وهي اللي ضغط على امريكا، فالحرج اللي حاصل في الداخل الامريكي والهزه اللي حصلت لها على المستوى العالمي فضلا عن عامل الانتخابات، وان منتظرها لسه كمان صراع مستمر بقاله 2 سنين في اوكرانيا، وكمان الانفكاك اللي حاصل في الاتحاد الاوروبي، ليست كل الدول على قلب رجل واحد ومختلفين في مواقفهم، فضلا عن ان البعبع لا زال منتظرها في مساله تايوان والصين، وبدات الصين تتكلم وتلوح بان ممكن اللي هيقرب من الصين اللي هيقرب من تايوان بتاعتنا. فاعتقد اختلاف المواقف لا يشجع ابدا على ان امريكا يكون عندها نفس اللي حصل في الدعم الغير مسبوق لاسرائيل في 7 أكتوبر، ولذلك هتلجا الى التهدئه وللنشاط الدبلوماسي. ولكن حتى الآن التجربة تقول إن يعني محاولات الردع يعني سيد محارم لا تفلح، يعني رغم عشرات الهجمات الأمريكية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، تستمر أيضا هجمات المقاومة في العراق وفي سوريا وهجمات الحوثيين أيضا في منطقة البحر الأحمر، يعني على ما تعول الولايات المتحدة في هذا التصعيد، وهل ينذر بتفجر الوضع في المنطقة أكثر من ذلك؟ أنا أعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس والعقلاء في هذا العالم قالوا الحل بسيط جدا، أنت بدل يا أمريكا ما تحاولي تجيبي 20 دولة معاك يكونوا حلفاء في البحر الأحمر وتصعدي من أساليب الهجوم، تخلي كمان جبهة الكوسي جبهة رابعة، لا، من الأفضل تضغطي على إسرائيل. لو توقفت إسرائيل عن عدوانها اللي طال أكثر من 120 يوم اتفكت معظم المسائل والمشاكل الموجوده في المنطقه. هي قوات المقاومه اللي موجوده في كل الازرع الاقليميه الاربعه دي بتحاول تقول نحن نقف مع الحق الفلسطيني وندافع عن اهالينا واصدقائنا هناك، فامريكا متفهمه الكلام ده. يمكن يحصل معجزه ويحصل ضغط على اسرائيل تتوقف الحرب، ويكون في الاخر مكاسب 7 اكتوبر ان فعلا القضيه الفلسطينيه اللي كانت نامت في الادراج ظهرت على السطح، ويكون الحل الامثل هو حل دوله فلسطينيه مستقله.
كيف تقرأ ردود الفعل الإيرانية سيد محارم حتى الآن على هذه الهجمات والضربات الأمريكية؟ كيف ترى ردود الفعل الإيرانية؟ وأيضا كيف ترى الإجراءات التي أنذر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيسعى إلى تطبيقها؟ هل تشمل عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؟ أعتقد الجانب الإيراني عنده درجة عالية من التعقل، وهو يتوقع أن يكون في بعض عقوبات اقتصادية. كان طبعا لهم أموال المفروض أنها هتصرف غير العشرة مليار اللي صرفت مرة أولى. مسألة جدال ما بين أمريكا وما بين إيران، سيب ونسيب، ففي ضغط أمريكي مستمر على إيران من خلال الفلوس أو الأموال اللي محتجزة ومجمدة في الداخل الأمريكي، لكن بيكون المسألة كلها مسائل تتعلق بالضغوط الاقتصادية. لكن في ناحية الصراع العسكري والأمن، لا، إيران مدركة تماما أن أمريكا لا تستطيع أن تهاجمها، وكمان إيران حريصة جدا على ألا يكون هناك انفلات وتصعيد في الموقف. شكرا جزيلا من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، وأشكر ضيفي من العراق السيد رغام الزيدي الإعلامي العراقي، ومن دمشق السيد غسان يوسف مدير المركز السوري للحوار. وختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام، ومتابعتنا مستمرة على شاشة النيل الأخبار.